السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد وفقرة جديدة. طبعا الفقرة دي غير خالص، هي فقرة علاج الوحوش. تابع. صبحكم الله بالخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا اليوم بكلمكم باختصار عن إبر الرماية. طبعا أهم شيء في إبر الرماية هذه هي الفحص والصيانة، لأن هي تشتغل عن طريق يعني حركة ميكانيكية، فأي خلل فيها يسبب مشكلة. التعقيم بعد شيء جدا مهم بعد استعمالها وقبل استعمالها. طبعا أكثر شيء ياخذ وقت عندي أنا شو موضوع التعقيم هذا، لأني أنا حاولت أعلمه حق أكثر من شخص من عندي من العمال، بس ما أثق يعني، شفت مرة واثنين في أخطاء، فصرت لازم أعقمهم أنا بنفسي أكون مرتاح. شيء ثاني موضوع الصيانة، يعني تشوفون مثلا نفس هذه الإبرة، خلاص ما فيها سن. طبعا الإبرة لنفس هذه أنا ما أعقها، أنا أسوي لها صيانة، لأن الإبر هذه مو موضوع سعرها غالي، لكن هي مو دوم متوفرة، فهذه أطلعها عن الخدمة بشكل مؤقت، لكن أسوي لها صيانة وأخليها عندي، لأن سبحان الله يمكن في يوم من الأيام لازم أحتاجها مرة ثانية. طبعا هذا الجزء أبدره وأرجع للسن مرة ثانية. طبعا الإبر مال الرماية غير أي إبرة ثانية، تشوفون الفتحة تكون هنا، هذه الفتحة هذه اللي يطلع منها الدواء، مو من قدام، من قدام مسكرة ما فيها شيء، هذه الفتحة اللي يطلع منها الدواء. فعشان جي الإبر هذه لازم تحافظ عليها، تسوي لها صيانة دوم، لازم تنظفها بعد ما تستعملها، لازم تنظفها زين من داخل عشان ما يكون في أي ترسبات أي شيء، تأكد ان هي مفتوحة بشكل صحيح. هني طبعا هني يكون العلاج، وهني يكون ضغط الهواء، هي عبارة عن اثنين سلندر، السلندر اللي قدام هذا يكون فيه العلاج، السلندر الخلفي هذا يكون هواء، يكون الضغط. مجرد ما تدخل الإبرة في جسم الحيوان دايركت خلاص الضغط هذا الهواء اللي هني يدز هذه المنطقة عشان يدخل الدواء داخل جسم الحيوان. بالمناسبة وايدين ترى سألوني من وين ما أخذها، من وين ما أخذها، هذه الأشياء لازم يكون عندك رخصة عشان تقدر تطلب الأشياء هذه، لازم يكون عندك رخصة، مو أي أحد يقدر يطلبها، لأن هي تستعمل يعني في أشياء كثير، استعملها في التخدير، استعملها في أشياء، فلازم تكون يعني لازم يكون ناس مختصين اللي يستعملونها، وأصلا عشان تطلبها لازم يكون عندك رخصة، سواء رخصة حديقة حيوانات، رخصة يعني شيء إن أنت مركز تقاثر، على شيء إن أنت تكون تحتاج هذه النوع من الإبر أو من. طبعا أنا آخر مرة استعملتهم سويت لهم صيانة وسويت لهم تعقيم، حين بعد رديت عقمتهم مرة ثانية لأني راح استعملهم اليوم. وعليهم. طبعا هذه الوضعية اللي فيها شوية صعبة، لأني أنا ما أبي أستعمل وياها السلاح، أبي أستعمل وياها اللي هي الإبرة هذه، لأن هذه الوضعية كل العضلات مشدودة، صعب الإبرة الهوائية اللي هي بالبيب إنها تدخل. أقدر أستعمل السلاح بس ما أبي، لأن شوية يكون في ألم.